10، رورك جيلسون بالرقم 11، كولبينن بالرقم 9، وباركر باجريسون بالرقم 8، اسماء ليست تلك الاسماء المعروفه. يا سلام ويا سلام يا برا، وما في غيره، هو نجم السويد الاول، هو النجم الضوايا، هو النجم الضوايا التي تضيء دوما منتخب السويد والتي تعول عليها الجماهير السويدية بصورة كبيرة. ها هو ببرة، وكأنه يبعث من الرسالة مسج ورسالة تطمينية بأن السويديين حاضرين في البطولة القادمة، لما لا، ونجم الميلان الكبير موجود أمامنا، عرضية ملعوبة بالمسطرة والقلم على قدم اليسرى، واليسرى واليمنى ما يرحم، باليسرى ولا باليمنى ما يرحم، على الطاير مباشرة، هدف من الأهداف الرائعة، وهو مسجل رسميا في نادي الاهداف الرائعه. وشوف هدفه مع ياكس امستردام الذي لا ينسى. ها هو ابرا يضيف ايضا احدى الاهداف الرائعه لمنتخب